حجر أو حجارة، لفظ قد تستهين به لكنه يمثل سلاح المقاومة عند الشعب الفلسطيني. فيعد الحجر السلاح الأول والأبرز والأكثر انتشاراً بالنسبة للشبان الفلسطينيين، حيث استخدموه بشكل رئيسي في المواجهات مع القوات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الأولى التي أطلق عليها الفلسطينيون اسم انتفاضة الحجارة، والتي كانت بمثابة أكبر هبة جماهيرية يخوضها الشعب الفلسطيني بعد احتلال القوات الإسرائيلية لبقية الأراضي الفلسطينية في 5 يونيو من عام 1967، حيث سقط في هذه الانتفاضة قرابة 1300 شهيد و 90,000 جريح. وكان الشبان الفلسطينيون يرشقون الحجارة خلال التظاهرات والاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات والقرى والمدن بأيديهم أو بواسطة أدوات. ورغم أن الحجر من وسائل المقاومة الشعبية البدائية ولا تقارن قوة تأثيره بالبنادق والأسلحة المتطورة الإسرائيلية كما يقول خبراء فلسطينيون، فإنه يشكل إزعاجاً للسلطات الإسرائيلية لدرجة جعلت الكنيسة الإسرائيلية يصادق في نوفمبر من عام 2015 على مشروع قانون تجديد العقوبات ضد راشق الحجارة، بحيث يعاقب من تثبت عليه التهمة بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات كحد أدنى. كما تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت في اجتماع عقده برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء قرارا يقضي بتفويض الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على الفلسطينيين في حال تعرض الجيش أو مواطن يهودي للخطر من راشق الحجارة. فظاهرة رمي الفلسطينيين للحجارة هي ظاهرة توصف بعدة أشكال مختلفة، فقد توصف بكونها نوعا من الاحتجاج الشعبي العام والتقليدي، أو نمطا من العصيان المدني الذي يقوم به الشباب كنوع من الاحتجاج على احتلال إسرائيل واستيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة.